مثيرة جمعت شباب باتنا وأهل البرج في أول جولة من الرابطة المحترفة الأولى. الشباب المحلي كان سباقا إلى تهديد مرمى خصمه في واحدة من أخطر المحاولات قادها الهادي عادل في الدقيقة 20. المباراة التي تابعها المدرب الوطني الأسبق علي فرقاني وكذا نور الدين زكري مدرب الوفاق والمولودية العاصمية سابقا. الأهلي ظهر بوجه طيب وتحكم في مجريات اللعب وخلق عدة فرص خطيرة غابت عنها اللمسة الأخيرة، لكن تجسيد الفرص إلى واقع حدث في الدقيقة 32 حينما تمكن عمور صوفيان خريج مدرسة جمعية وهران من افتتاح مجال التهديف لصالح الزوار، وهدف دون رد كان نتيجة المرحلة الأولى لصالح نمور البرج. المرحلة الثانية قادها من على خط التماس المدربان توفيق الروابح بالنسبة للأهلي ورشيد بوعراطة من جنب الشباب، وكاد الأهلي أن يضاعف الفارق في الدقيقة 59 بعد خطأ فادح في الدفاع المحلي. الدقيقة 63 كانت حاسمة لتعديل موازين القوى بعد أن تمكن البديل بولعنصر ابن مدينة سيدي عيش من تعديل الكفة برأسية محكمة ليعلن أن كوتشينج رشيد بوعراطة أتى بثماره. المباراة تواصلت فيما بعد بأخطاء دفاعية لشباب باتنا، كاد الزوار أن يضيف الثنائية، لكن صفارة السيد حلالشي عبد الرزاق حكم اللقاء حسمت الأمور على نتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.